قصص كتير سمعناها في الفترة الأخيرة عن التحرش بالأطفال، وكان واجب علينا أننا نلتزم بدورنا وهو التوعية وإعطاء الحلول للتعامل مع وجود المشكلة دي. ما نستناش لما يتعرض لها أبنائنا وبعد كده نبدأ في حلها أو نبدأ ندور على المختصين. ما تكونش مجرد متفرج على الآخرين، يمكن في يوم من الأيام يحصل والخطر يقرب منك، عافى الله الجميع. فكان لابد من الحذر والتوعية، ومن المفترض أن الأسرة هي مصدر الأمان للطفل في توعيته وإعطائه الثقة في نفسه عشان يقدر يواجه أي خطر من المجتمع. ودور الأسرة أنها كمان تعلمه إزاي يرد الخطر ده عن نفسه وإزاي يتصرف في نطاق إمكاناته وقدراته كطفل. لكن في البداية أنت كأب وأنت كأم عارفين إيه هي خصائص النمو الجنسي عند طفلك في الأعمار المختلفة؟ جاوب على أسئلتي السحرية وخلينا نشوف درجتك. يا ترى كان ايه ردك لما طفلك سألك عن كيفية مجيء الأطفال يا بابا؟ هل كان ردك عنيف ومنفر، ولا كان هادي بتأجيل المعلومة مثلا أو توضيحها بشكل مبسط؟ الطفل في سن الأربع سنوات أو خمس سنوات بيبدأ يكتشف جسمه ببراءة، بيشوف نفسه، بيحاول يفهم أكتر. هل حصل موقف مثلا وصرخت في وش ابنك وخليته يحس إن هو ارتكب جريمة؟ طيب طفلك بيستعمل كلمات بذيئة أو بيقول ألفاظ وهو ابن الأربع والخمس سنوات مش فاهم معناها، بيرددها وخلاص، يعني هل تابعت اسلوبك في الحديث مع أصحابك؟ كان مرة سمعك وانت بتتكلم في التليفون مثلا. هل بتأكدوا على أولادكم من الصغر ان الخصوصية في الحمام وأكرمكم الله، والخصوصية في ارتداء الملابس، وما يبقاش كل الولاد مع بعض مهما صغر عمرهم؟ لو مش واخد بالك من التطورات دي وبتعتقد ان طفلك لسه صغير، يبقى انت محتاج تحقق الدرجة الكاملة في حماية طفلك. حاليا وبعد ازدياد حالات التحرش بالاطفال، بقى في ورش بنعملها في الجامعات الاهلية وفي المراكز وفي العيادات عشان ندرب ونوعي الاطفال ازاي يحموا نفسهم من التحرش. ولما بنتكلم عن ارقام وتخضك كده الاحصائيات، هتلاقي ان 80% من حالات التحرش بالاطفال بتيجي من أشخاص على علاقة قوية جدا بالطفل أو بالأب والأم، يعني من الأقارب، من الأصدقاء. عشان كده كان لازم نوعي الآباء بضرورة مرافقة الأطفال وما نسيبهمش لوحدهم فترات طويلة مع أشخاص مش هنقول إن هم غرباء بقى، لأن الإحصائية اللي عندنا بتقول إن هم أقرب الناس للطفل. وكان ضروري كمان التوعية تكون للأب والأم بإنهم يستخدموا لغة مناسبة لعمر طفلهم، في انهم يوعوهم لمناطق معينه مرفوض فيها اللمس، يعززوا ثقه الطفل بنفسه. والوالدين ايضا ان هم يوططوا علاقه الطفل بالاب ويوططوا علاقه الطفل بالام، وان الطفل ما يخافش يتكلم او يقول موقف حصل معاه لبابا انه مثلا ممكن يضربوه او كده. في دورات تدريبيه كمان خاصه بالطفل، انها بتعلم الطفل لغه الجسد للي قدامه عشان يقدر يفرق بين اللمسه الطيبه واللمسة الخبيثة، اللمسة المريحة واللمسة غير المريحة، مع استخدام تعبيرات خفيفة، تعبيرات مبسطة عشان ما اخدش براءة هذا الطفل، ولأن أنا مضطر أن أنا أعمل كده عشان أحمي ابني.